يعني شو رأيك في الصناعة الكورية؟ شو رأيك في الصناعة الصينية؟ شو أنا اليوم بسرد لكم هيك حسب منظوري أنا كمهتم بموضوع السيارات، كيف صناعة السيارات تسلسلت وكيف الضغوطات السياسية والحجم الثقل الاقتصادي كيف عم بيلعب على الطاولة، كارتة ورق ورق شدة، كيف عم بيلعبوا معلم، كيف عم تتوزع الأدوار بيناتهم، كيف اليابان طلعوها برا وصار لهم دور بس هيك هوائي ما لهمش اي وزن، كيف امريكا انسحب البساط من تحت مع انه لسه عم بتهدد وعم تعمل من تحت الطاولة فراتيش لكثير دول، ايطاليا وين راحت صناعتها، ليش المانيا استدي وثابتة. يعني ببساطة انا واحد من الناس بهتم بالتعليقات على الفيديوهات، بهتم بالتعليقات اكثر من الفيديو نفسه، لما الاقي فيديو مثلا بتكلم عن صناعات او شيء بنزل على التعليقات وبشوف الناس، وحتى في ناس باخذ اليوزر نيم تبعها بفوت على السيرش وبعمل ريسيرش عنهم بعرف هم وين، وعلى اللينكد ان بطلع البروفايلز تبعهم وبقرا عليهم هم شو بيشتغلوا، وهذا عرفت علي عندي نوع الكيوريوسيتي هاي او الحب الاستطلاع موجود عندي، الدي ان اي هذا موجود الجين. صناعة السيارات طبعا زي ما بتعرفوا انتو هي بلشت من زمان بأمريكا وأوروبا، باقي الدول العالم كلها كانت على الحمير، كل دول العالم هم اللي بلشوا يعني يعملوا سيارات، كانوا مهتمين بالميكانيك لأن كان في حروب، الحرب العالمية والحرب العالمية الأولى والثانية، وكانوا مهتمين بالماكينات. الدور اللي أسس ألمانيا مزبوط وخلاها رسمت قاعدة ميكانيكية صلبة جدا، إنه اعتمادها بشكل كبير على نفسه أيام الحرب العالمية لما عاد يصنعوا التايجر، دبابة التايجر الألمانية عرفت علي، والفوكس فاجن لما صنعوا التبريد الهواء، هاي الشغلات كلها هم طلعوها لأنه كانوا يشتغلوا تحت الرعب والتهديد. هتلر كان يعني لنوعا ما كان صعب جدا وقراراته كانت ما فيش تراجع فيها، يعني هي تعمل هي طبعا احنا الصورة اللي بتوصلنا عن هتلر وعن النازية طبعا تعرف انت، يعني مش هتاخدها بشكل زي ما بتصور لك، لانه طبعا اعلام العالم كله ماسكينه اليهود، الاعلام العالمي كله ماسكه اليهود، والانترنت والصحافة وهذا كله ماسكه اليهود. هتلر شو عمل باليهود؟ يعني حتى لو ثبتوها بس طبعا في تبهير، يعني في انا امبارح فتحت وثائقي عن هتلر وشفت انه واضح انه البصمات اليهوديه في تشويه السمعه وهذا واضحه ريحتها طالعه هنا، فانا بحب اكون محايد بالشغلات هاي. الزلمه هو بنى قاعده قويه لالمانيا، وشوف لليوم بالهندسه والميكانيك ما حدا بيقدر يجاريهم، عرفت علي. اليابان كانت عايشة على نظام المملكة، فيها ملك وفيها عرفت علي عائلات وقبائل، اليابانيين معروفين إنه مخهم نظيف جدا، فكان قطب أمريكا كانت في الولايات المتحدة الأمريكية والباقي كلياته ما فيش حدا، آسيا كل آسيا ما كان فيها إلا اليابان، أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وهذا كلياته ما كان فيهم إلا ألمانيا وإيطاليا، عرفت علي؟ هذا عم نحكي إحنا بداية الصناعة وبداية الانوفيشن أمريكا لأن بيشغلوها وبيديروها وبيلعبوا بالأوراق الكبيرة من تحت الطاولة يهود، فطبعا اكيد مش هتستعمل طرق مستقيمه، بدها تلعب من تحت الطاوله، بدها تستعمل اساليب ملتويه لتاخذ القوه، تسرق القوه، عرفت علي. واحد معروف قوي بصفوه ما بتلعبش كويس، هي دائما طريقه لعبه انفير، يعني هم من يومهم وبتعرف لقوا مثلا بلد فيها واحد عالم بيختلوه، لقوا واحد مثلا طلع بفكره بده يعمل شغله بيختلوه بصفوه، عرفت؟ إذا ما قدروا يجيبوا لعندهم يستفيدوا منه أو
في حدا زيه موجود عندهم هو بشكل منافسة بخلصوا عليه. هذا أسلوب أمريكا. اليابان ما عندهم هالأسلوب. اليابانيين عندهم أسلوب التشالنج، التحدي. الألمان ما عندهم هالأسلوب. الألمان عندهم أسلوب التحدي. عرفت علي؟ فكانوا كلهم يحلبوا صافي ما عدا أمريكا. أمريكا كانت ما تحلبش صافي، كانت تلعب بالبيضة والحجر. سحبوا إينشتاين وخلوه يعمل القنبلة الذرية، وطبعا لأنه ما قدروش لألمانيا بالهندسة الميكانيكية تبعتها والدبابات والأسلحة. ألمانيا صنعت طيارة نفاثة، راحوا بدي يجربوها، راحوا ضربوا بريطانيا. بريطانيا قال لك هجوم الفضائيين. شوف أنت لوين، يعني بقول لك بريطانيا ما كانتش موجودة أصلا مع أنها احتلت، بس أيام السيوف هي وفرنسا، كان أيام السيوف نابليون ومش عارف شو كلام فاضي، هذا كان سيوف وما سيوف. احنا عم نحكي النهضة الصناعية. إيطاليا أول بلد هم بنضافة المخ، أول بلد دخلوا الطيارة بالحرب، أول بلد دخلوا الدبابة بالحرب، ودخلوا السيارة بالحرب. هم أول بلد دخلوا هذول الثلاثة بالحرب أيام المعلم موسوليني وهتلر. وطبعا بديش أفوت بالسياسة كتير، بس أنا أعملكم كيف بلشت الصناعة عشان يكون عندكم تخيل وتشوفوا أنتوا شو اللي عم بيصير إسه. اليابان هي ضحية أمريكا. اليابان حاليا هي ضحية من ضحايا أمريكا. اليابان كانت بدها تحكم العالم، عرفت علي؟ كان عندهم الجيش الأحمر الياباني بده يحكم العالم كله، وقال لك أنه إحنا أقوى شعب بالعالم. وكانوا فعلا، أنت بتعرف أنه اليابانيين من قهرهم ساكتين وبالعين الخازوق ساكتين. أنت بتعرف أنه نزل أكثر من 35% من عدد سكان اليابان عم بيموتوا ومش عم بيخلفوا. شعب زعلان، الشعب الياباني يقروا عليه، شعب زعلان، زعلانين. هذا مش مكانتهم، عرفت علي؟ فنازل التعداد السكاني عندهم أكثر من 35% ومنغلق على بعضه، ما بده يحكي مع حدا. فهمت علي؟ زي لما تجيب أنت وحش مفترس تجيبه من الغابة وتحبسه عندك، عارفين؟ بتلاقيه بياخد زاوية وبدوش لا يأكل ولا يشرب وبضل زارب نفسه. أنا هيك بشوف اليابانيين. ليش؟ لأنه قالك هذا الزمن، هذا زمن السعادين، اللي هو اللي بيطبل واللي بيهز واللي بيلعب من تحت الطاولة هو اللي طالع بالدق، والباقي كله اللي بدي يشتغل بقلب وضمير بيأكل هوا. فهمت علي؟ ألمانيا قدرت تفرض نفسها بسمعتها، سمعتها في الانجينيرينج ومكانها في نص أوروبا، بيساعدها إنها تقدر تودي التكنولوجي تبعها لأفريقيا، لآسيا، لأمريكا الجنوبية، لأمريكا الشمالية. أمريكا ما فيها تستغني عن ألمانيا، لأنه ألمانيا تعتبر الأب الروحي، التزويد الميكانيك والمعلومات الميكانيكية والاختبارات. بيعلموا الأمريكان كيف الاختبارات هي بتنعمل وكيف هي بتنعمل وكيف هي بتنعمل. أغلب الأمريكان بيروحوا بيدرسوا بألمانيا، يدرسوا هندسة ويفهموا، عرفت علي؟ شوف الهندسة في أمريكا إشي بيخزي، شوف سياراتهم بتخزي، كل إشي بيعملوه في دفاشة وفي جحشنة، عرفت علي؟ مهندسين الطيارات اللي عندهم، مهندسين الأسلحة أغلبهم مش أمريكان. أمريكا بتمول، أمريكا بتمول. بلد لعبت لعبة حلوة في بداية أيام زمان لما عملوا لك ارتباط العملة بالذهب زمان، وحطوا كل بلد قديش عنده ذهب، رصيد ذهب حطوا قدامه عملتها يصرفوا عليه فلوس ويعملوا اكستشينج قديش قيمة الريت تبعها. لعبة، موضوع اقتصادي. بس أمريكا عملت الموضوع هذا، وبعدين راحوا شو عملوا؟ فكوا ارتباط الذهب. لما فكوا ارتباط الذهب العالم كله عم تتعامل بالدولار، فهون صار إيش؟ ضمنوا استمرار الدولار، وضمنوا أنه هم يطبعوا العملة العالمية. يعني العملة العالمية تصير تنطبع من عندهم، تخيل. فإسا هم مش فارقة معاهم، إسا بصيروا يشتروا. قديش؟ قالوا اطبع لي 200 مليون دولار بدي اياهم كمان ساعة. أوكي، هاي 200 مين اللي بدي يشيك وراه؟ ولا مين بدي يسترجي يقول له أمريكا أعطينا حسابات الفلوس؟ مين بدي يسترجي يقول له؟ وكل يوم عم تستعرض لك بالأسلحة، عم تستعرض لك بالقوة، وضاربة هون صاروخ ومحتلة هون ومنزل قوات هون وعاملة قوات عسكرية. مين بدي يسترجي يتكلم؟ وغير هيك السياسة الاقتصادية اللي هي لما من تحت الطاولة، الحصار الاقتصادي
واحتكار الشركات ويضرب الشركة هاي ويلعبوا باسم الشركة هاي، فلعبوا بالدنيا كلها ومخربين. هذا الأزمات العالمية اللي عم تشوفها كلها من وراء العبث اللي عم تعمله أمريكا بالعالم. عرفت علي؟ واحد من ضحايا أنا كمهتم بعالم السيارات هو الوحش الياباني. وقعت اليابان لما ضربوها بهيروشيما ونجازاكي بالقنبلة النووية، والعرس اللي عملها ألماني. أمريكان ما بيعرفوا، أمريكي ما بيعرف، أمريكي بحطه على البرجر واللحم والجحشنة والجيرز ونايت كلب ومش عارف شو جو الدفاشة. وهذا حتى شوف الميكانيكيين تبعونه لليوم بيحبوا السوبر تشارجر والفي ايت والش اسمه، مع انه بكل على بعضها ما بتطلعش 400 هورس باور 500 هورس باور. بيجيك واحد متسوبيشي ايفوليوشن 4 سلندر بتعمل لك 2000 هورس باور. فمش يعني ضربوا اليابان، اليابان الرعبت لما شافت، لما شافت قوة، شافوا قوة القنبلة الذرية، قال لك لا يا عمي هي بمسحونا. استسلموا ووقعوا معاهدة استسلام. من وقتها صار في أمريكا بتتدخل باقتصاد اليابان، بتتدخل بالإجراءات السياسية، إجراءات البلدية، إجراءات الجمارك، إجراءات الضرائب، الاستيراد والتصدير، تتدخل بكل شيء، حتى كمان صناعة الأسلحة، صناعة الأغذية، كل شيء بتدخلوا فيه الأمريكان. ولازم تقارير من اليابان تطلع لأمريكا شو إحنا عملنا وشو دخلنا وشو عملنا، يعني مونيترينج على اليابان، خايفين منها. أنت بتعرف لما أنت تكون خايف من واحد وهو قاعد يتفرج عليك ساكت وانت حاسس بتهديد منه، شو ردت اول تصرف بتعمل؟ بدك تصير تستعرض قوتك قدامه وتعمل هيك، تمزح مع صاحبك، تضربه ضربه، توريه انك انت بدك توصل له رساله انه انا قوي وهو عم يتفرج عليك وانت مش مالي عينه. عرفت علي؟ هون صار الموضوع اكبر، وهيك قلقك زاد اكتر. حركات اللي عم تعملها مش عم تعمل رياكشن منه معناها هو واثق بامكانياته، ويمكن كمان يكون واصل لمرحله خطره انه هو عارف امكانياته. فهذا اللي عم بيصير بين امريكا وبين الدول الثانيه. تيجي امريكا بتروح بتتحركش، عرفت علي؟ بصير يتحركش فيك، اول شيء يفلت الاعلام عليك، وبعدين يصير في مشاكل سياسيه، حصار اقتصادي، وبعدين بصير في حرب. قديش دخلوا حرب، قديش دخلوا حرب؟ ما شفت انا اي نجاح عملوه باي حرب عملوها، بس بعبعة وإعلام وحصار اقتصادي ومش عارف شو. هذا اللي بيعملوه. ما شفت أنا يوم من الأيام عملوا أي يعني سكسس، يعني إنه نجاح، ما عملوا نجاح ولا بأي حرب من الحروب اللي دخلوها، كلامه بعبعة. للأسف النجاح الوحيد اللي عملوه هو مع اليابان. للأسف نجاحهم إجا بالمكان الغلط، حتى بالنجاح ما عرفوش ينجحوا صح. المهم ضربوا اليابان. إسا اليابان بلد بتحب تصنع، بتحب تبني، عندهم تحدي، عندهم نظافة مخ. هاي البشر مش طبيعيين يا جماعة، البشر هدول مش أنا عندي كونتاكت مباشر كان معهم لسنين طويلة، أنا بعرف اليابانيين مزبوط، وكنت بعرف يابانيين مزبوط، كنت أكل في بيتهم ويأكلوا عنا، وكنا نزورهم وأنا صغير، بعرفهم مزبوط. عرفت اليابانيين، أنا بعرف اليابانيين كيف بيفكروا. ناس عندهم التشالنج مش طبيعي، حط براسه شغلة بياخدها as a challenge، يعني تحدي بدي يعملها. عندهم إصرار، عندهم عزيمة، عندهم نظافة مخ. السمك بيأكلوا ني، السمك بيأكلوا ني، ما بيقلوا السمك عشان الفوائد اللي فيه كلها بالمخ على طول. عرفت علي؟ المهم يا ديتش اسمع يا هات. المهم يا شباب، أنا بدي أحكي لكم بس كيف كوريا والصين. أنا عم بحكي هالبداية كلها ياتا، عرفت علي؟ 747 إحنا مش عم نحكي بسياسة، أنا عم بتكلم عن اقتصاد. لما تتكلم عن اقتصاد لازم تذكر محاور سياسية، لأن الاقتصاد مربوط بالسياسة. فهمت علي؟ مش سياسي أنا، ولكن إحنا عم نقول كيف ظاهرة
كوريا وظاهرة الصين كيف طلعوا هسه، فهمت علي؟ فلازم انت عشان تتكلم بشكل الناس اللي بتفهم المستويات العقل الكبير، الناس اللي فهمانه ومطلعة، مش يجي يهتم بكلامك اذا انت ما تكلمت زي ما انا بتكلم، فهمت علي؟ الناس هاي بهمها انها تاخد معلومات مظبوطة، فهمت علي حبيبي؟ حبيب قلبي. ف انضربت اليابان. اليابان كانت وحش لما بلشت في الستينات والسبعينات تصنع، ردوا على الجبروت وردوا على الطغيان الامريكي على بلدهم، ردوا عليه بالصناعة ودخلوا وصاروا يصنعوا، يبعثوا خبراءهم على ألمانيا يصوروا المصانع، يصوروا السيارات، يصوروا التكنولوجي، ويروح على اليابان يصنعوا زيها. أول ضربة الأمريكان انضربوها لما، أنا مش متذكر شو اسم البرنامج، ولكن في الستينات حاولوا أنهم يزعزعوا لما شافوا أنه اليابان بلشت تصنع وصارت تطلع على الشركات السيارات في الستينات، متسوبيشي وتويوتا، صار يصنع ويطلع برا اليابان. حبت أمريكا أن تشفي جبروتها وتستهزئ باليابان، فراحوا بعتين لهم مايكروسكوبيك نيدل، يعني بعتوا لهم دبوس ما بتشوفه إلا بالمايكروسكوب. تخيل، يعني أنت دبوس بعت لك إياه واحد بعلبة بقول لك هاي فيها دبوس، أنت لو طلعت مش هتشوف دبوس، بدك مايكروسكوب لتشوفه. وقالوا لليابان، قالوا اصنعوا لنا دبوس زيه. هاليابان أخذوا الدبوس العلبة وراحوا بعتوه هو نفسه لأمريكا. أمريكا قال لك إيش، إنه ما عرفوش يصنعوا زيه هذا الدبوس اللي إحنا بعتناه. طلعوا فيه بالكاميرا لقوا اليابانيين مخرمين لهم إياه. عرفت علي؟ تخيل الدبوس اللي أمريكا تحدث اليابان إنه تصنع زيه، إنه عملوا لنا دبوس مايكروسكوبي بهاي الدقة. اليابان بعتت نفس الدبوس بعتته لأمريكا بس مخرم، خرموا له 100 تخريم. فهمت علي؟ أنا بقول لك اليابان شعب ما إله حل. ما تقول لي زي تايلاند وزي الفلبين وفيتنام والصين وكوريا، لا هدول غير، هم كشعب غير. هم يعتبروا الهاي بروفايل بآسيا، كل آسيا هم يعتبروا الهاي بروفايل اليابانيين، من بعدهم الباقي كله لبش. إسا شو هي الظروف اللي خلت كوريا، بدنا احنا طالما شايف الشباب مش مهتمين للموضوع خلينا نختصر نط على كوريا والصين. الصين عاملة زي الولد السمين، مش انا بس انه الولد صف المدرسة، شفت الولد السمين على الاخر اللي قاعد بنص الصف وعامل فيها انه هو بمساحته وبتخنه هيك وبحجمه قاعد عم بخوف بالولاد، هاي الصين عاملة هيك في آسيا، بعبعة وصوت على الفاضي. واليابان الولد اللي قد حاله وعائل وعارف وين راسه وين إجريه ومش خايف من حدا، ولكن الأستاذ دايما ظالمه لهالولد ومقعده بالآخر. عرفت علي؟ هاي اليابان وهاي الصين. وكوريا بالضبط عامل زي السعدان اللي بين هالولد هذا والولد هذا. كوريا تلعب على الحبلين. شو اللي قوى كوريا؟ التعليم. كوريا لما قويوا ودخلوا على الصناعة دخلوا بالتعليم، صاروا يتعلموا يطلعوا على أمريكا، عرفت علي، خصوصا أمريكا وأوروبا، ويتعلموا الإنجليزي. اللي قواهم، قوى كوريا في الصناعة تبعتهم وخلاهم يبلشوا يعملوا عملية سينكرونايزيشن، إنه تزامن مع عجلة الصناعة في العالم كله، الإدراك تبعهم باللغة الإنجليزية، ركزوا على التكنولوجي، صاروا يقووا الإنترنت عندهم، من أسرع الإنترنت في العالم كلياته وفي كوريا، قووا الإنترنت ورخصوه. طبعا دول متخلفة زي الدول العربية إنترنت غالي فيها، عرفت علي؟ تعمل موقع إنترنت أو غالي جدا لأنه إحنا بهايم، بس مثلا تعشوا في الدول اللي بتطلع لقدام، أول شيء برخصوا الإنترنت، بيعملوا شيء رمزي والسرعة بتكون خيالية، عرفت علي؟
غير هيك ركزوا على العلم، تدريس المناهج، فهمت عليه؟ خلوا الشباب والبنات اللي بيدرسوا يكون عندهم لازم لغة تانية انجليزي، صار يتعلموا انجليزي. هاي المشكلة هي اللي أصمد ظهر اليابان. اليابان غير انه زعلهم على الوضع تبعهم، شايفين حالهم انه هذا مش مكاننا، احنا مكاننا اكبر من هيك بكثير، فكله زعلان. والمشكلة هذا اللي خلى عندهم ردة فعل انه ما بدهم يتعلموا لغات، ما بدهم يتدخلوا بالعالم، ما بدهم يتدخلوا هون ويتدخلوا هون، فهمتوا علي؟ انا شكلي انا راح اشيل التعليقات. ها بالضبط. كوريا اول ما بدات ركزت على العلم. شوف العلم سلاح، هم ركزوا على العلم واستغلوا هالنقطه وعلموا الاجيال تبعتهم كلياتها احسن، يعني صرفت الدوله على التعليم الاجيال اللي عندها، وصرفت انه يكون عندهم لغات، لازم يكون عندك لغات لتفهم، ووفرت لهم الوسائل والانترنت، وصاروا يطلعوا بعثات في امريكا وفي المانيا ياخذوا شهادات وشوفوا الصناعه، وفتحت لهم استثمارات وسهلتهم، مش قصت ظهرهم، فهمت علي؟ فشوف الفرق بين الدول اللي بدها تبني مستقبل وبين الدول المنحطه، عرفت علي؟ الدول المنحطه. فالصين نفس المبدا، ولكن مش تعليم. الصين بتعتبر حالها انه هي دوله عظمى وما مش محتاجة انها تتعلم لغة صينية، لغة انجليزية. الصينيين ما مهتمين انهم يتعلموا مثلا انجليزي، بحبوا يتعلموا انجليزي بس لشغلات بسيطة، انه اذا كان spoken person او كان sales او كان شيء، ايوه. ولكن اغلبهم الصينيين بيعتمدوا على translators وشغلات زي هيك الكترونية. لسه نهضة كوريا في صناعة السيارات ونهضة الصين، اثنين مع بعض طالعين بنفس المستوى، بس هاي مبدأ وهاي مبدأ. في كتير لسه بقول لك السيارات الكورية والصينية، انت اذا بتلاحظ كتير ناس بيتكلموا عن كوريا والصين، ماشي؟ في كتير بيتكلموا عن كوريا والصين ان هم اثنين نفس الشيء. لا، كوريا النهضة طبعتها كانت واخدة شكل، والصين واخدة شكل تاني. الصين زي الغول عاملة غول. الصينيين اسلوبهم بالشغل نفس امريكا، عرفت علي؟ الصين بتشتغل زي امريكا. الصين عندهم مش ميزة، عندهم خاصية المحاكاة، التقليد، بيقلدوا. هاي صارت كلتشر عندهم، ايجيان كلتشر، ايجيان كلتشر، وهي الكوبي كلتشر. كوبي، بيحبوا يعملوا كوبي. يعني مثلا اليابانيين اول ما طلعوا، كل الاسيويين عندهم خاصيه الكوبي كلتشر، وهي انه لما يطلع بيشوف شغله بده يعمل زيها، فهمت علي؟ اليابانيين كان عندهم ابداع، كانوا كرييتيف، صح؟ كانوا يعملوا كوبي بس على مزاجهم. يعني كانوا مثلا يقدروا انه يبنوا محركات، كان يقدروا يبنوا جير بوكس، كان يقدروا يبنوا الكتريكال سيستم كامل، كان يقدروا يبنوا سيستمز سوفت ويرز للسيارات، فهمتوا علي؟ الصينيين لا، ما بيقدروا. بيقدر يقلد يجيب شغله يفكها ويصنع كل شيء زيها بدون اي كرياتيفيتي. الصين ما عندهم كرياتيفيتي، هم ك ك ك ك كدوله ما عندهم كرياتيفيتي، بيجيبوا خبرات من برا وبيشتروها وبيشغلوها عندهم لا تعمل لهم وبيعطوا فلوس، مش مشكلة، عرفت علي؟ الصين بيشتغلوا بأقل الأجور عشان يعملوا أكبر كمية مدخول على المدى الطويل، هذا مبدأهم. كوريا مشتركة مع الصين بنفس المبدأ، كوريا كمان بتشتغل أقل الأجور، بس كوريا مش هيك. كوريا إسا عم تنتشر لتعمل إلى ماركت شير، مش لانها عم تشتغل زي ما الصين مثلا. هدف الصين بالبزنس والتجاره انها
بزنس رانينج بزنس على طول شغال. لا، الكوريا بدها توصل لمرحلة انها تفرض قوتها في السوق، انه كل الناس بدها السيارات الكورية، وبعدين ببلش الخوزقة زي ما عملوا اليابانيين، ببلش يبيعك سيارات كلها كونسيومرز وبدها قطع غيار وهذا، وببلش تشتري منه. عرفت علي؟ الصين لا، الصين بدها تشتغل اقل الاجور، راحت حطت ايدها على كل الموارد وكل المصانع، حديد مصانع، مش عارف، منجم حديد، منجم في البرازيل، منجم نحاس، منها بيروح حط بيشتروا المنجم، بيشتروا كامل، يبلشوا يصدروا للصين. وصلوا لمرحلة انه يشتروا مناجم كاملة في ساوث افريكا وكينيا وغاندا وغانا، يشتروا اراضي الصين وتضغط على الحكومة وتشتري منها ارض وتعمل معها استثمار لمدة 100 سنة ويشتروا المنجم ويبلشوا يصدروا المنجم ويبعثوا للصين. الصين صارت تعمل عملية سيركل او سايكل من المنجم للتصنيع للتصدير بعدين للريسايكل، قدروا يعملوا النقطة هاي. هذا هو المفهوم الكونسبت لصناعة الصين. الصين عم تعمل عملية سايكل كامل للصناعة، استخراج بياخدوا فلوس عليه، تصنيع بياخدوا فلوس عليه، بعدين بيشتروا السكراب بيعملوا ريسايكل بياخدوا فلوس عليه، فبياخدوا فلوس هون بياخدوا فلوس هون بياخدوا فلوس هون. صح أجورهم أقل بس البزنس شغال على طول. كوريا لا، كوريا بدها هدفها في السيارات بس انها بتعمل لها ليفل منافس لألمانيا، منافس لأمريكا، منافس لليابان، هذا هو هدفه. فهمت علي؟ اخر 3-4 سنين اكثر من 150 شركة سيارات صينية. عرفت علي؟ مين هذا اللي عم بيسب؟